آخر الحلقات كان تصريح الوزير امبارح لي واضح للمرة هذه أنه الصراع هذايا ماهوش باش ينتهي مادام الرجلين متواجدين في المشهد، يعني مادام وديع الجيلي رئيس الجامعة ومادام السيد دقيش وزير للشباب والرياضة، فأنه الصراع هذايا باش يتواصل. للأسف خلينا نقول الشيء هذا قاعد يسير بالطريقة هذه، وحتى كان جاء بطريقة صحيحة وديع الجري من خلال صفحته الرسمية كتب وعلق على الكلام هذا، وكان توجه برسالة الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقال أني أنا مهدد في شخصي. الحقيقة كلام خطير كتبه، كلام معناه يوري خطورة الوضع بصراحة، أنه إذا كان مش تواصل الحكاية بالطريقة دي، وخاصة لو كان وزارة الرياضة تمشي وتعمل كما عملت مع جامعة كرة الطائرة وتمشي تتدخل وتمشي معناها حتى توصل ما عرفش أنا شنو تنجم تعمل، تحل مكتب الجامعة، تمشي الحاجة اللي هي تتعارض مع يعني توصيات الفيفا ولوائح الفيفا، فهنا الخطر. هنا راه باش تمس النادي الافريقي، باش تمس الترجي، باش تمس كل النوادي التونسيه، باش تمس البطوله. هنا راه كره القدم ماهيش لعبه، راه للترفيه كره القدم مش كامله بالخليط نتاعها الكل، معناها ناس عائلات تاكل في الخبز. شنو الحل فهمي؟ الحل سهل ياسر. الحل ثم رئيس جمهوريه اللي هو يعني يشرف على البلاد، هو اللي كان وراء تعيين الوزير هذايا، يعيط له يحاسبه ويحكي معاه، يشوف اسكو الوزير نتاعو هذا اللي تحطوا اسكو معناها قاعد يقوم بالواجب اللي قاعد يقوم به ولا، لانه قاعد يعمل في برشا اخطاء، واخطاء بدائيه مش تحت انسان، معناها تقولش عليه جبت انسان من الشارع وحطته في الوزاره. مع احتراماتنا للسيد كمال الدقيش اللي هو يبقى رجل قانون وانسان معناها عنده فيكو كمحامي ومحترم وكل شيء، لكن اللي قاعد يقوم به مش هذا الواجب نتاعو. اذا كنت تحب انت تقف ند للند لجامعه كره القدم، ثم طرق قانونيه تنجم تحاسبها بها وتحاسب كل من انسان عندك فيه شك ولا ما ولا تختلف معاه على من ناحيه اللي هي تقلق سلطه البلاد ولا تقلق وزاره الرياضه. فالامور ما تحلش بالطريقه هذه، وما نحبوش ان المنتخب ولا النوادي ولا كره القدم بصفه عامه في تونس تمشي ضحيه الصراعات هذه. وكمال دقيش عليه انه يراجع الحسابات نتاعو، ليست هكذا تدار الوزارات.